الباب ندخلوا فيها، ولكن اللي مهم هذا بالنسبه للمشاريع المبرمجه في اطار استراتيجيه الجيل الاخضر. السيد الوالي الحضور الكريم، حنا في اطار استراتيجيه اللي كان سيدنا الله ينصرو عطى انطلاق ديالها شتوكا 2020، عندنا عرض جهوي فلاحي بلون اغريكول ريجيونال. هذا العرض الجهوي نزلناه العروض اقليميه. اليوم عندنا العرض الاقليمي الفلاحي ديال تارودانت واللي كيمثل اكثر من 45% صعيد الجهه، لا كما ولا كيفا بالنسبه ل... وهذه المعطيات اللي كاينين هنا بالنسبه للمنتوجات المجاليه واللي كتدخل تلعبوا بالاعتمادات على اساس ان شاء الله 2030 نكونوا كملنا العرض كامل جهوي، واللي تيبلغ هذا مهم 30 مليار ديال الدرهم، 10 مليار كاعتمادات كمساهمه ديال القطاع العام، و20 مليار ديال القطاع الخاص. يعني درهم من الاستثمار العام كيجيب 2 دراهم ديال الاستثمار الخاص. وكاين بطبيعه الحال كمواكبه بالنسبه للمواكبه، السيد الوالي والحضور الكريم، كمواكبه وباش نحافظوا على السمعه وباش نحافظوا على لاكاليتي ديال هاد المعلمه وديال لو برودوي، وباش تكون عندنا ان لابيل يعني مرمز لابيل ديال تارودانت برودوي تيروار، كاين المصالح ديال لونسا وديال لاديرا اللي غيتبعوا لاكاليتي. اذا كاين ان سيرفيس للداخل، درنا ان سيرفيس ديال لونسا اللي غيتبع لا تراسابيليتي وغيتبع لي زاغريمون بور اون بيريود ترانزيتوار. هذا العام غنخليوه، مي حنايا كنخدموا في لا ميزا نيفو وفي لاكومبانيومون وفي لا فورماسيون، باش ان شاء الله العام الجاي خاص الناس كلهم اللي كاينين هنا يكون عندهم لاغريمون ديال لونسا باش نقدروا ناسيرو ان برودوي دو كاليتي. شكرا السيد الوالي. C'est le service permanent 365 jours dans ça. Avec une voiture spécialement c'est dans ça. Pour le déplacement. Les cadeaux de la fin de l'année. Donc, on a les cadeaux de la fin de l'année. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه. السيد العام اليوم مع السيد الوالي مع رئيس الجهة واحد العدد ديال الضيوف ديال السيد العام والسيد الوالي قاموا اليوم بتدشين المعرض الثاني للمنتوجات المجالية. هذا المعرض اللي كلف تمويل ما يقدروا 14.8 مليون ديال الدرهم، تقريبا 98.5% كلها من تمويل المبادرة بشراكة مع الهيئات الشركة. هذا المشروع هذا في 55 محل، واحد العدد ديال المحلات كيتم استغلال ديالها بالتنسيق مع اللجان المحلية بصفة دولية، وهناك محلات اللي كيتستغل بصفة دائمة 365 يوم، اللي هي الهيئات اللي كتسير دور المنتوجات اللي تم الانجاز ديالها في اطار المبادره. هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تسمية سلاسل الانتاج كيتسخر بها الاقليم ديال تارودانت من خلال الاستغلال ديال المحلات والتحويل ديال واجبات الاستغلال لكل من جمعيه اهلي وجمعيه العصبه المغربيه لحمايه الطفوله فرع تارودانت، من اجل ضمان واحد منحه اللي سميتو لتحسين الخدمات اللي كتقوم بها هذه الهيئات مع فئات الهشه اللي كتشتغل مع هذه الجمعيات. هذا المعرض كذلك هناك واحد الواجب الشهري كتقوم بادائه هذه الهيئات هذه للجمعيه ديال المعرض الدائم، كتقوم بتسير هذا المعرض من خلال اداء واجبات النظافه والحراسه وكذلك سميتو النظافه. هذا المشروع بالاضافه للاهداف ديالو كاين هناك مشروع مجاور له اللي هو المركز الحرفي للتكوين لفائده الاطفال في ورعيه هشه، من اجل تكوين واحد العدد ديال الشباب في واحد العدد ديال التخصصات ولا واحد العدد ديال الورشات اللي هي ورشه الحلاقه، الخياطه،
المعلوميات الخبازة الحلويات من أجل تكوين واحد العدد ديال الشباب اللي عندهم مستوى دراسي من أجل تكون عندهم واحد الحرفة باش يندرجوا ولا يندمجوا في سوق الشغل ومن أجل توفير فرص شغل قارة لهاد الشباب وهاد الشابات. هذا المشروع تقريبا فيه عدد المستفيدين 163 تقريبا مستفيد ومستفيدة، والمعرض الدائم تقريبا كيستهدف ما يزيد على 156 تعاونية اللي كتشتغل وكتشتغل كثير في سلسلة الإنتاج للإقليم التلوثي. بالإضافة إلى ذلك تم تدشين 19 سيارة عبارة عن معرض متنقل لفائدة هذه الهيئة اللي كتسير دور المنتوجات اللي هي 19 سيارة. تم تقريبا التمويل ديالها من طرف مبادرة بغلاف مالي يناهز 4.9 مليون ديال الدرهم.